مجرد ما حصل بينهم اختلوا مع بعض الشيطان طبعا كان ثالث. طبعا البنت معترفة ان كان برضاها وقالت انا اللي كنت بروحه. تستحق ان احنا نستجن عليها او نتقتل عليها. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بالأساس بعالم الجريمة، لكن بنحاول نلقي الضوء على النتائج المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم على كل من قام بها وعلى أسرته. تعال نشوف الجريمة اللي حصلت في الزاوية الحمراء. الزاوية الحمراء القاهرة. شاب عنده 30 سنة، جيرانه عندهم بنت عندها 16 سنة، دي في الزاوية الحمراء. الشاب عايز يدخل البيت من بابه، شاب عنده شقته، فارشها، عنده مصدر دخله، حياته كويسة، مش ناقص غير ان هو ايه يكمل نص دين، وخاصة ان هو سنه وصل للتلاتين. ايه اللي يأخره على الزواج؟ سنه معقول جدا، وبنفس الوقت هو حاطط عينه على البنت الصغيرة اللي عندها 16 سنة، وكان في دماغه ياخدها صغيرة زي ما كان يسمع من امه: خدها يا ابن صغيرها علشان تشكلها زي ما انت عايز، تاخدها عجينة في ايدك زي ما انت عايز، فهمها وعرفها وربيها على ديك. لقى البنت جميلة ومؤدبة وعلى خلق، فقال خلاص أدخل البيت من بابه كأي شاب محترم. بالفعل دخل على أهل البنت طالب الزواج. الشاب اسمه إسلام والبنت اسمها إيمان. خير يا حبيبي، أنا جاي يا جماعة، أنا اسمي إسلام، موظف في كذا، مرتبي كذا، شقيتي بينكم وبينها يدوبك شارع، أنا جاي على خير وجاي بتقدم لإيد الآنسة إيمان. يا ابني ده عندها 16 سنة، ده لسه صغيرة، ده لسه يعني ده فولة ثانوي، هتتجوز إزاي؟ هتعرف مسؤولية بيت إزاي؟ مسؤولية زوج إزاي؟ مسؤولية ولاد إزاي؟ وفي نفس الوقت دراستها. يا ابني إحنا مش معترضين عليك، أنت عندك شقتك، عندك وظيفتك، عندك دخلك، اي بنت تتمناك واي بيت يرحب بيك. لكن يا ابني انا بنت ايمان عندها 16 سنة، لسه هتدخل ثانوية عامة، وبعد ثانوية عامة جامعة، لما جوزها دلوقتي مين هتاخد بالها منك ولا من بيتك ولا من ولادك ولا من دراستها؟ يا ابني انت شوف حياتك، ما اقدرش اقولك استناها، لانها لسه قدامها سنة ثانوية عامة واربع جامعة، خمس ست سنين. لا يا ابني، كل حاجة اسمها نصيب، وتفضل انت شوف حياتك. الشاب ما كلش ولا مل، هو عايز بنته صغيرة يشكلها على ايده، وقال له التعليم هتعمل به ايه؟ يا ما في بنات معاها لسانسات وبكالوريوسات وماجستيرات ودكتورات وقاعدين في البيت. قال له يا ابني انا هعلم بنتي عشان بكرة وبعده لو مت وكلنا هموت ابقى سايبها وهي معاها سلاح في ايدها ينفعها. انا مش هخلي بنتي تتجوز وهي عندها 16 سنة وضيع حياتها وضيع مستقبلها بزواج وأسرة، وهم سلاح كان المفروض يكون في ايدها التعليم لازم اسلحها بيه. طب تتجوزني واخليها تكمل دراستها؟ قال له يا ابني بنت صغيرة مش هتقدر تتحمل مسؤولية بيت وزوج وبعد كده مسؤولية مذاكرتها، ده هي لغاية دلوقتي امها هي اللي بتعمل لها كل حاجة، هتلقى نفسها مرة واحدة بقى كانت امها بتخدمها وبترعيها وبتوكلها وتشربها، مرة واحدة تلاقيها مسؤولة عنك انت وعن اكلك وشربك ولبسك وبيت وبكرة وبعده حمل وبكرة وبعده مذاكرة. لا يا ابني اعمل معروف، البنت لسه صغيرة وكل حاجة اسمها نصيب. حاول يدخل ناس كتير، كل محاولاته بقت في الفشل. عالو هدا يعمل ايه بقى؟ انه يشغل البنت، قدر ان هو يجيب رقم تليفونها، قدر يكلمها ويبث ليها مشاعره وعواطفه واحاسيسه وبحبك وانا عايزك تبقى قابليني. البنت صغيره طبعا وفرحانه ان في حد بيقول لها كلام حلو،
راحت قابلتهم مره واثنين وثلاثه لغايه ما قال لها انت ما اتفرجتيش على شقتك. قالت له شقتي؟ قال لها اللي هتعيشي فيها لما نتجوز. قلت بابا مش موافق. قال لها تعالي اتفرج عليها في الاول وبعد كده احكمي، ده هي بيني وبينك شارع، يعني هتعدي الشارع هتلاقي على العماره اللي انا ساكن فيها واللي كنت بشوفك منها. البنت قالت طب ما تاخرنيش انا هروح الدرس. قال لها تعالي مش هاخرك على الدرس، اتفرجي على الشقه اللي بكره انت تزينيها وتفرشيها على زوجك ونتجوز فيها. شيء طبيعي، مجرد ما دخلت الشقه ايه اللي حصل؟ شاب عنده 30 سنه محروم، وبنت مراهقه جدا عندها 16 سنه. مجرد ما حصل بينهم اختلوا مع بعض، الشيطان طبعا كان ثالثهم. البنت للاسف فرطت في نفسها وزي ما نقول فقدت اعز ما تملك. نزلت من عنده وهي بتبكي وقالت بتبكي ليه؟ احنا هنتجوز ما تزعليش، تبقى تجيلي بكره. طبعا طفله زي دي ولقت متعه في العلاقه غير مدركه للنتائج المترتبه على كده، اهملت في دروسها واهملت في مدرستها، وكان كل همها انها تقضي اليوم من الصبح لغايه ميعاد خروج المدرسه مع هذا الشاب في شقته. شيء طبيعي، شاب قوه وفوره شباب وحماس للعلاقه الجسديه مع طفله نظر القانون طفله 16 سنه مغرمه بعلاقه وشافت فيها متعه، فكانوا يوميا بيمارسوا مع بعضهم بشكل عنيف ومكثف. حصل ايه؟ شيء طبيعي ان البنت حصلت ان في تغيرات عليها وان في حاجه بتلعب في بطنها. البنت خافت ان يكون في حمل، فراحت قالت له يا اسلام الحقني لازم تيجي تتقدم لي علشان تتجوزني انا حامل. قال لها ماليش دعوه، انت كنت هتتجوزني؟ قال لها كنت هتجوزك لما انت كنت لسه بنت، لكن انت مادام فرطت في عرضك وشرفك انا اش ضمني ان بكره لما اتجوزك ما تعمليش كده مع غير. انا ما اتجوزت واحده فرطت في عرضها وشرفها وراح طردها بره الشقه. ودي الدروس اللي من فين جيبها بقى؟ في ساعه مع حنفي. الدروس، اي بنت مهما يكون الشاب بيحبها يوم ما يكون معاها علاقه بيعرف ان زي ما عملت كده وضحت باعز ما تملك، فما بالك وهي ما عندهاش ما اعز ما تملك، يبقى هتعمل ايه؟ اللي خلاها ما حافظتش على اعز ما تملك. لما تفقد اعز ما تملك بقى هيبقى الموضوع سهل مع غيره وغيره وغيره. البنت طبعا راحت تعمل ايه؟ راحت لاهلها. الحاجين يا اما حصل كذا وكذا وكذا. مين يا بنت اللي عمل كده؟ قالت الشاب اللي كان جاي. راح ابوها خدها على قسم شرطه الزاويه الحمراء، تم القبض على اسلام اللي اعترف وقال هي اللي كانت بتجيلي والله انا ما قلت لها ولا ضغطت عليها وسالوها. البنت انهارت وعيت وجات ايوه كان برضايا بس كان مفهمني ان هو هيتجوزني ولما يعمل كده معايا هيجبر ابويا ان هو لازم يوافق ان احنا نتجوز ونعيش مع بعض. طبعا البنت معترف ان كان برضاها وقالت انا اللي كنت بروح له، وبالعكس البنت قالت كمان ان هو كان في ايام كتير ما بيكونش موجود كنت بقول له اديني مفتاح الشقه اروح انضفها لك واعمل لك الاكل واسيبه وانزل. لكن في نظر القانون بيقول لك ان البنت دي استغل سذاجتها براءتها كونها طفله لا تدرك مسؤوليه اقامه علاقه جسديه بينها وبين شاب، وبالتالي القانون بيتعامل معاها ان هي غير مسؤوله عن تصرفاتها. تم القبض على اسلام اللي اعترف والبنت اعترفت، لكن القضاء طبعا العادل قال لك انت استغليت سذاجه الطفله وحكم على اسلام بسبع سنوات سجن. سبع سنوات رغم ان البنت كانت برضاها ما عملش حاجه غصب عنها، لكن القانون بيقول لك انها قاصر، يعني البنت دي لو 18 سنه كان اسلام ما خدش فيها يوم. سبع سنين سجن هيقضيها اسلام في السجن، سبع سنين هيقضيها في السجن، ليه؟ عشان علاقه كانت بتستمر دقائق. طب يا جماعه يا كل شاب ما نفكر، هل متعه تستمر بضع دقائق تستحق ان الواحد يدخل عليها يوم واحد سجن؟ طب تستحق ان انت تتقتل لو كان الزوجه وجوزها دخل عليكم؟ هل يعني المتعه الزائله دي اللي مدتها دقائق تستحق ان الانسان يبهدل نفسه ويضيع سمعته وشرفه عشان بضع دقائق؟ لازم نفكر في النتائج المترتبه يا جماعه على فعلتنا، ونعرف ان مفيش حاجه تستحق ان احنا نسجن عليها او نتقتل عليها. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.